السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة نسر الإدريسي. إلا كنت أول مرة كتزوروا القناة ما تنساوش تضغطوا على زر جيم أبوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم هذا العسل اللي كيجي ناجح، عسل ديال سكر سنيدة. أنا رسمت ليا في القناة وشاركت معكم العسل ديال القالب، ودابا جيت نشارك معكم العسل ديال سكر سنيدة. بالنسبة للناس اللي ما كتوفرش عندهم عفوا سكر ديال القالب، اللي كيكونوا عايشين مثلا برا او لا غير هنايا في المغرب، ما توفرش عندهم سكر سنيدة، ما توفرش عندهم القالب وعندهم سكر سنيدة يقضوا بها، ماشي مشكل. انا غنوريكم الطريقة الصحيحة كيفاش تخدموه ويجيكم ناجح. كيف ما شفتوا راه تقيل تبارك الله، وكيجي زوين، وحتى المذاق ديالو كيجي لذيذ. هاد العسل هو اللي كنعتمدو انا شخصيا في جميع المعسلات الرمضانيه ديالي، منها شباكيه ولا البليغات ولا اللي كان محيدشها. تقدروا ايضا تدهنوا به البغرير ولا البطبوط، راه كيجي اكثر من رائع، وحتى المذاق ديالو زوين. شفتوا شحال ثقيل، راه كيلصق على الشباكيه مزيان مزيان. مهم غير تبعوا الفيديو المراحل كلها اللي درتها، وان شاء الله راه غادي ينجح معكم. نبداو بسم الله على بركة الله. كناخدو 2 كيلو ديال سكر سنيدة، انا كنخدم بهادي. تقدروا ديروا ديال العبار، عادي ديال العبار كتكون شوية غليظة. المهم راه ملي كتخويو عليها الماء كتبقاو تحركو، راه كدوب ماشي مشكل. خديت هنايا نص لتر ديال الماء، تعبروه ضروري، تعبروا نص لتر ديال الماء، مروا بيني عادي بارد، وواحد الحامضة كنقطعوها دوائر وكنحيدو ليها العظيمات ديالها. انا هنا حيت 3 الجوانب ديالها جاوني غلاض، خفتهم يعطيوني المروره في العسل وحيدتهم. ناخذ شويه ديال مسكه حره، انا كناخد 10 دراهم ديال مسكه حره، كنطحنها مع واحد 3 المعالق كبار ديال سكر سنيده، وكنديرها في واحد العلبه، وكنبقى نضيفها لجميع الحلويات ديالي، العسل او الحلويات. وعندي هنايا 2 عويدات ديال القرفه بلديه، تقدروا هاد القرفه بلديه تقدروا ديروها، تقدروا ما ديروهاش اللي بغيتو. المهم اللي مهم هو الحامض ومسكه حره. مسكه حره راه كتعطينا التعليكه كتجي زوينه. صافي كناخذوا هاد واحد نجره عفوا ناخذ واحد نجره، القاع ديالها يكون ثقيل. هنا هاد العسل ما غنسدش عليه، غنطيبو هكا غنخلي عليه هاد النجره هادي محلوله. صافي وغنزيد عليه الماء وغنبقى نحرك مزيان. نزيدو هنايا واحد طريطقه ديال الملحه اللي نسيت ما ذكرتهاش ليكم، ضروري هاد شويه ديال الملحه كتعطينا كيجينا هذاك باش كيجينا هذاك العسل الجديد، وما كيجيناش باسل، حيت واخا فيه الحلاوه راه ضروري من ديك شويه الملحه. صافي وكنبقاو نحركو فهاديك السنيده باش تذوب. قطع ديال الحامض اللي ضروري تكون العلفه ديالهم اولا العظيم ديالهم محيد باش ما يعطيناش المروره في العسل. صافي وكنزيدو هاد 2 عويدات ديال القرفه، هاد 2 عويدات ديال القرفه اختياريين، واش ديروهم ديروهم واش ديروهم ما ديروهمش، لكن راه كيعطيو واحد المذاق زوين، راه ما كيجيش المذاق ديالهم مجهد بزاف ولكن راه كيعطيو مذاق زوين. دابا صافي درتها عفوا درتها فوق البوطه مع التحريك بطبيعه الحال، وكتكون في هاد الاثناء كتكون النار مجهده، كنديرو النار مجهده حتى كيغلى لينا الخليط عاد كنقصو. كنبقاو نحركو بطبيعة الحال وكنهبطو في داك الحامض باش كيعطينا اللذة في العسل ديالنا. صافي كيف ما شفتوها هي هو العسل ديالنا غلا. صافي كنبقاو نحركو، يحاولوا يدينا ما نحيدوش من التحريك، غير في الاول فقط، اما ملي كيبدا يطيب ما كنحتاجش نبقاو نحركو فيه.
صافي، وكان ناقص عليه العافية أو النار، وكان خليه يتبع على خاطره. هو كيف ما شفته بعد ما خليته طاب تقريبا، واحد خليته طاب واحد ما كملش 45 دقيقة، أقل من 45 دقيقة. كيف ما شفتو شوفوا اللون ديال الحامض، هنا الحامض راه باقي خاصو واحد شوية، أولا العسل بالأحرى باقي خاصو واحد شوية، حيت الحامض حيت العسل كنعرفو باللون ديال الحامض. أنا زدت ليه هنايا الطياب واحد 5 ديال الدقايق. شوفوا اللون ديالو ديال الحامض، ركزوا لي على اللون ديال الحامض كيفاش رجع، بدا كيتحمر، راه ما محمرش بزاف ولكن راه شد لوين. هذه هي الطريقة باش كنعرف أنا الحامض واش طاب. كندير شوية في الطبسيل وكندخلو للتلاجة حتى يبرد مزيان، وكنقلبو الى عطاني الخيط كنعرف راه العسل ديالي طاب. هو راه غير مشوفه صراحه، راه باين، شوفوا اللون ديالو راه باين صافي. وكنزيد شويه من مسكه حره، حط راس معلقه صغيره ديال مسكه حره صافي، وكندمجها مزيان مع العسل. كما قلت لكم البنات هاد العسل راه رائع، غير جربوه ما غتندموش عليه. اكثريه البنات اللي لا برا ما كتوفرش عندهم القالب ديال السكر يقدروا يديروا غير سنيده. شوفوا هاد العسل ها هو، ملي دخلته الثلاجه برد شوفوا راه عاطي التعليقات تبارك الله، طالق الخيط راه هكا كيلصق في الشباكيه اللي كنديروا فوقها، او البليغات او لا معسلات، معسلات عامه راه كيلصق فوقها بحال كيغلفها من الفوق، ماشي عكس داك العسل اللي خفيف اللي كنديرو فيه الشباكيه كيتحيد كلهم الشباكيه وكتنشف لينا. هذا راه كيخلي الشباكيه زوينه مده اطول. حتى الغدا ان شاء الله غنوريكم كيفاش كيولي ملي كيبرد كيفاش كيولي. وكنصحكم باش ما ديروا به الشباكيه دائما خليوه يبات، اولا خدموه الصباح وعسلوا به في الليل، خاصو يكون بارد مزيان باش يلصق لكم على الشباكيه. دابا راه كيبان لكم جاري، ملي غادي يبرد حيت باقي سخون، ملي غادي يبرد غادي يتقل بزاف، وانتوما غادي تشوفوا. ها هو العسل ديالنا بعد ما خليته بات، شوفوا التعليكه اللي كيعطي، شوفوا كيفاش كيجي راه ثقيل بزاف ومعلك رائع. يلا كنتمنى تجربوه. يلا حبيباتي الا ما درتوش لايك كنطلب منكم ديروها، وشجعوني غير شويه بلي كومونتير ولي جام، حيت ملي كنشوف هاد لي كومونتير واللايكات كنتشجع انني نوض نصور ونعطي اكثر. يلا حبيباتي الى فيديو قادم ان شاء الله، بسلام عليكم.